يسعد مساكم يا رب، مساء الخير. من محطة القطارات المركزية وسط العاصمة. هلا خلصنا شغل، بدنا نسلم عليكم، نتمشى شوي للبلدة القديمة ونروح نطمن على أخباركم، شو كيف أموركم، إن شاء الله بخير. يعني حركة الناس نوعا ما قلت، حركة المسافرين قلت، بتعرفوا خصوص موضوع كورونا، يعني الناس بتتابع الأخبار، بس في بعض المدن الحركة منها قوية. يعني لاحظت اليوم الناس القادمين من مدينة مورا كان القطار يعني شبه فل معبى. هاي العالم زي ما انتم شايفين، المسافرين مساء الخير. هلا خلصنا شغل، حبينا نمسى عليكم ونسلم عليكم ونفرجيكم الوضع، انه الحياة نوعا ما في بعض الناس عايشين الحياة طبيعية، او في ناس يسكنهم الخوف. يعني كل انسان شايف الحياة حسب رؤيته، حسب مفاهيمه، بس حبيت اعطيكم هيك صورة من خلال محطة القطارات. طبعا كل وقت بيختلف عن وقت الاخر، يعني في وقت بتيجي بتلاقي عدد ناس اكثر، فما بتقدر تقيم الموضوع من الوقت هذا، يعني ممكن تيجي وقت اخر تلاقي ناس اكثر. فبتعرفوا بالساعة مثلا 3-4 بكون الدوام حل، بتلاقي ناس كثير اعداد. يعني شوفوا هنا في كثير مسافرين قاعدين، تلاقيهم منتظروا. الله يسعد مساكم يا رب، مساء الخير، مساء النور. هلا ناخذكم شوي هيك جولة ونتمشى للبلد القديمة، بس نفرجيكم هيك المحطة الرئيسية وهي الريسبشن هون. اللي عنده سؤال اخوان الكرام، لما يجي على المحطة الرئيسية وما بيعرف، طبعا هنا اماكن استراحة، هون الريسبشن، هون الاستعلامات. يعني هون تيجي انت، هون مثلا مش عارف تذكرة، مضيع، مش عارف راسك من رجليك، هون. طبعا هلا مسكرين، هلا مو موجودين. في كمان خاص في تذاكر الاسي هناك في الزاوية، هناك في الزاوية اللي بيسأل عن تذاكر الرحلة. هون في ناس مثلا بتسأل عن سبور، عن اشي، عن مكان، هون المكان هذا. وهون عندكم لوحات هاي موجودة امامكم، يعني بيقدر الواحد يشوف القطار تبعه، اي سبور، اي مكان، لانه محطة ستوكهولم يا اخوان الكرام مش زي باقي المحطات. يعني هي ومحطة يوتوبوري وممكن مالمو من اكبر المحطات، فالواحد لازم يكون حاط بحسابه انه يعني يجي على هاي المحطة قبل الوقت بنص ساعة او ساعة، لانه المحطة كبيرة كتير وبتخاف تضيع وتروح عليك التذكرة، فبصير عندك مشكلة الموضوع فيه. شو اخباركو؟ احكوا لنا كيف اموركو، كيف قضيتوا العطلة، ولا لسه ما عطلتوش؟ صح اليوم الجمعة ولا العطلة في الدول العربية؟ شو اخباركو؟ طمنونا على الصوت والصورة، خلينا نسولف شوي، نحكي معكم، ندردش. طبعا هلا بلشوا يزينوا عشان يعني احتفالات راس السنة، يعني هاي الاحتفالات العادية او المراسم الطبيعية لكل سنة. يعني كل دول اوروبا مشتركين في هذا الموضوع، الزينة هاي لابد منها، يعني البلديات تقوم في هذا الاشي. هل تعتبر هذا اشي حلو ولا مو حلو؟ شو رأيك يعني تزيين الشوارع؟ ان شاء الله تكون كل الايام احتفالات، يعني الواحد بيتمنى انه نتخلص من الحروب ومن المآسي ويعم السلام في العالم، بغض النظر هو احتفالات ان كان ديانات، يعني مسلمين، مسيحية، الى اخره. احنا نتمنى انه يعم السلام والامان، وتصير كل الدول كلياتها مزينة ملونة، وتكون الناس كلها مرتاحة، بدل ما تظلها تعاني وتسافر بالبحار وتهاجر وتترك اهلها وتترك ناسها وتترك احبائها، والام تخسر اولادها الى اخره. خلنا نقطع الاشارة احسن لبعدين نروح فيها خبر كان. هلا هون الاشارة صارت حمراء، نشوف شو في عندكم هون. كورونا ليس بفيروس، والله موضوع كورونا هذا موضوع الشغل الشاغل. طبعا هنا في محطة للبندلتوغ، فنحاول ناخذكم من هاي الجهة على وسط العاصمة. لما نيجي نحكي هسه موضوع كورونا ما رح نخلص الليلة. فأنا بالنسبة لي عايش حياتي طبيعية، يعني كل إنسان حسب إيمانه، وكل إنسان حسب دراسته وقراءته وعلمه وأفكاره. أنا بالنسبة لي يعني موضوع الفيروس هذا، أو اللي بيحكوا عنه مش فيروس، واللي بقول لك صناعة أمريكا إلى آخره، ما يعني أنا عايش حياتي طبيعية، بأخذ بالاحتياطات بس عايش طبيعي.
فكل إنسان هو أدرى بحياته. يعني لو تحكي لواحد لا تطلع ممكن يزعل منك، وتحكي لواحد اطلع ويصاب بالمرض بعدين بقول لك أنت السبب. لا يا عم، أنت شو إيمانك في الموضوع، شو علمك، شو قراءتك، شو مستوى فكرك، ثقافتك، فأنت صاحب القرار، لأنه رب العالمين بكرة راح يحاسبك على علمك وعلى مقدرتك وعلى مسؤوليتك. خلنا ناخذكم هسه على وسط البلد. مين معنا اعضاء جداد؟ اكتبونا من وين بتتابعونا، وان شاء الله الصوت والصوره واضحين. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا في دورتموند المانيا. يا ريت تكتبونا من وين بتتابعونا، بناخذكم هيك جوله هسه من وسط العاصمه. هلا مروحين من الشغل، اليوم دوامنا بلش من 12 للسبعة. هلا شوف الزينة، هلا تصير الشوارع كلها مزينة. هاي مجمع الأولينز، يعني نوعا ما إن شاء الله زي ما حكينا يعم الأفراح ويعم الأمان في العالم كله. وإحنا شو خسرانين؟ هي الإنسان لازم يتمنى الخير للجميع، خاصة الديانات إجت عشان إسعاد البشرية، مش إنه عشان أنا أكون والله مسلم وهداك مسيحي وهداك يهودي وهداك إلى آخره. هي الهدف منها. اتصالات من البيت. طيب نعملكم بعدين جزء ثاني، خلينا نفرجيكم هاي شوي وبعدين بنكمل الجزء من البلد القديمة. هاي هون هذا الأولينز، ضخم كبير طويل عريض. أكيد أكيد كلام سليم. الأولينز من المجمعات الرائعة والجميلة جدا جدا في وسط العاصمة. طبعا هون العطور والمكياج والملابس إشي مو طبيعي، من أجمل الجاليريات، يعني ممكن في أجمل طبعا منه، بس يعني البضاعة اللي فيه رهيبة جدا. عرفتك يعني اللي بيعرف عن نفسه وبيذكر لنا من وين هو، يعني تلصق بالذاكرة، يعني شوي لسه الذاكرة شغالة. صحيح انه شوي الواحد كبر بالعمر، بس بعدنا نسأل الله يعني انه كلياتنا تكون عندنا بصيرة في الحياة ويكون عندنا حب. احنا يا اخوان الكرام هدفنا من هاي البث المباشر وصفحة عرب السويد انه ننشر الطاقة الايجابية. احنا في زمن كثر فيه اليأس وكثر فيه الاحباط وكثر كثرة الناس تحكي عن المشاكل، احنا بنحاول شوي يعني نغير الاتجاه، نغير البوصلة، نحاول شوي نكون يعني هنا مركز الطاقة. شايف هاي الشجرة هاي كيف مضاءة؟ بنخليك شوي هيك مضاء شوي، ممكن انا اعطيكم طاقة وتعطوني طاقة، نعمل استيراد وتصدير. حبيبي القلب اخوي خالد، كيفك؟ حياك الله اخوي فتح، الله يسعد مساكم جميعا. مساء الورد، هاي زو كله، بس لا من شوي قبل ما نحدين زو كله ولا تقول له، هاي زو كله مطاعم فريش هابي ميكس. هاي ريستورانت تانك، هذا ياباني بتوقع. احنا هلا بوسط العاصمة. حبيبي القلب الله يسعدك. فاحنا اخوان الكرام يعني هدفنا انه احنا يعني ندخل السرور، نقول لك في لسه امل في الحياة، نقول لك انه الحمد لله ان بعدنا عايشين، في ناس ماتوا في كورونا وغير كورونا، في ناس انجلطوا، في ناس ماتوا، في ناس انت لساتك عايش على قيد الحياة، تتنفس بتشرب بتاكل الى اخره. حبيبي القلب. طيب اخواني قبل ما بلش من البلد القديمة بدي اعمل لي تلفون وارجع لكم، اللي حاب يضل يضل، لانه اتصلوا علي من البيت فلازم اشوف شو بدنا اغراض وشو بدنا شغلات، فبدي افصل هسه وارجع لكم ونكمل جزرتنا في البلد القديمة تلت ساعة ان شاء الله، وشوفوا لكم موضوع وشوفوا لكم قصة نحكي فيها واحنا على الطريق. تمام، برجع لكم هلا شوي بعد دقيقتين ثلاث، بس اعمل تلفون مع الاهل.
سامحوني جاني اتصال ضروري، بنتي الصغيرة ما بقدر، يعني الأطفال لازم نحاول نجاوب. أوكي شوي وبرجع لكم، خليكم معي شوي إن شاء الله. السلام عليكم.